بدأنا ساوند سبيد <applause> صح المفروض ما <من> اضحك <applause> اوكي بودكاست ونص episode 1 ون. رمضان سبيشل استني بلبس الصقات يا ربي لبس صغير <applause> اهلا بكم في اولى حلقات بودكاست ونص رمضان سبيشل اهلا رمضان رمضان جانا اهلا رمضان قولوا معانا الله لا في شغل صح في, في في عرب تحسن في النشاز في عرب 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 <تصفيق> عرب <تصفيق> عرب دي لما تعمل كده الحركه <applause> دي الطبقه في الطبقات الطبقه حلوه ايه رايك في النشاز بتاعي نشاز جامد جدا جدا نشاز يا واحد. جماعه آه رمضان كريم عليكم، آه دي أول حلقة لنا في طيبية. رمضان، كل سنة وأنتم طيبين تصوموا وتفطروا على خير، آه برضو عارفة في الجزائر بيقولوا شنو؟ ايه؟ صح فطوركم صح فطوركم صح فطوركم بتزيريها أيوة أو 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 <applause> ونحن آه عاوزين نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا وتقبل الله صالح صالح الأعمال أعمالكم صالح الأعمال والنيات وورونا رايكم شنو في زينة رمضان شفتوا زينة رمضان الرهيبة أيوة شوفوا شوفوا الحلقة دي برعاية ابو خمسة بوريالين ما بخلنا عليكم بشي نزلنا والميزانية توب يا <applause> زول احنا داخلين ابو ابو خمسة مركز الدرهمين دخلنا شوف وين مكتب حمد وين مكتب دو دو. كل رمضان شفتوا اشترينا يا زول زينة رمضان كلها كلها اللي, اللي, بينور ند. واللي مش بينور اللي بيتعلق واللي ما بيتعلقش هلال حايم فنوس نور، فانوس لمبة اي شيء حايم اشترينا شفتوا يعني تقول صرفنا يعني ما يقارب ال 50 درهم في تكلفه في تكلفة كبيرة جدا لكن ما تغلى عليكم ما تغلى عليكم ما تغلى عليكم عشان مستمعينا ومشاهدينا أنتو شتوي انتما الاثنين ايه <applause> اللي واقع؟ اللي واقع مش عايزه ابص؟ اللي واقع مش عايزه الف؟ اللي واقع قلبي واقع؟ ايه اللي واقع؟ ايه اللي واقع؟ الرف دي احسن احسن دقيقه ممكن الرف وقع الرف إيه؟ والفانوس اللي فوق الرف آه والحيطة دقيقة آه <تجيجة> والحيطة اتشققت الحيطة مش بس وجع الحيطة اتشققت آه حسدنا نفسينا يا مها حسدنا ما يحسد المال لاصحابه ما يحسد المال لاصحابه مش عايزة ألف قلبي هينهار مش عايزة ألف مش عايزة ألف, ألف ألف ولا ما ألف ألف ولا ما ألفش <applause> ألف أنا حرفيا حموت من الضحك أقسم بالله أنا... عادي <applause> أقسم بالله دي فلوس حلال خليه خليه أنا ما عندي مشكلة أنا خليه ما عنديش مشكلة نخليه أو ممكن نلصق فيه نجمة عينه أيوة أنا أ... أروح نلصق فيه نجمة ولا فانوس فانوس صغيروني أيوة عندنا فانوس صغيروني <applause> يا جماعه لا اله الا الله لا اله <applause> الا الله وقعدنا نقول الصرف باين والتكلفه وما بخلناش عليكم حاجة انا بتاعه وقع بالحيطه انا اجيب نقاش منين انا دلوقتي ظبط الدنيا دي <applause> نحن انت بعد ما الحاجات دي كلها نشيلها لازم ندير لا اله الا الله ما يحسد الملل الاصحاب ما يحسد الملل احنا بس لنا في خروجه ابو بس لنا في عفيزين انت بوريالين أمال لو جايبنا زينة اغلى من كده هيحصل <applause> ايه <مال> لو جبنا حاجة بالشير فلان <تصفي> عينوا ورونا رايكم شنو في الترجيعة لانه نحن رجعنا الموضوع صراحة انا شايفوه في شديد انتوا مشوها معانا <applause> نعتمد <أنت بشوها معانا> <applause> 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 مشوها معانا شوفي فانوس كيوت مشوها معانا رجاءً باي ذا مشاهدينا <تصفيق> <تصفيق> مشاهدينا ومستمعينا انت بتعلقي ليه؟ رجاء برجاء اصل في مناخير السد عايزه تشص؟ لا <تصفيق> <تصفيق> رجاء طنشوا معانا وتجاهلوا لو سمحتي انت مهندس الصوت في, ال... في البرنامج ده انت ما الصوت في صوتك دايما فاشل انا شايفه قدامي الصوت <applause> شايفه ترددات الصوت امامي انا عارفه <applause> انا بعمل ايه لو سمحتي ركزي في الميكروفون بتاعي انا مركزه دلوقتي اه ام ام ميكينج اه اتفضل اتفضل انا اسف بعتذر خلاص بقى خلاص احنا يا جماعه طبعا الحلقه دي الحلقه <applause> مش راضيه تبدا مش راضيه تبدا استغفر الله العظيم بقى آه، اول حاجه لا وبالمناسبه نحن احنا عندنا ستايل رمضان طبعا ما مختلف شايفين القفاطين والجلالين <applause> لا بس بلاش نتكلم بقى لل... <applause> جربت جربت انقطع ال... تولع ونكمرة <كاميرا>. تولع هنسكت احنا تاني ما هنعلق على اي شي. شيء لا إلا يا ربي عين حارة عين <تولع> 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 <applause> حارة ووووو علينا <تولع> عين حارة خلاص كده عالجنا الموضوع <ج PDF> <تولع> عينه آه نحن طبعا عاوزين نعترف لكم اعتراف او عاوزين نقول لكم هو اعتراف يعني نحن صورنا حلقات السيزون الاول كلها ورا بعض قبل ما ننزل اليكم أيوة يعني كل حضارين ومقفلين ومصورين ومأرشفين وبعد كده منزلين فما كناش ايه كل الحلقات مسبقه التسجيل فما كنا شايفين تعليقاتكم اثناء وقت التصوير ايوه وكنا بنتفاجئ كثير في ناس كثير كانوا مثلا بيقولوا لنا اتكلموا عن كده فبنقوم نتكلم عن كده فعلا وبنكون أيوة. احنا بجد يعني محضرين من زمان بس في تفاهم في تفاهم و... ما بيننا عاوزين نقول لكم انه التعليقات اللي قريناها بجد بجد شكرا على كل التعليقات الحلوه يعني والله العظيم الخواطر. لا 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 التعليقات رائعه رائعه و... وفي ناس كتار بيكتبوا لنا انه حاسين نفسنا قاعدين معاكم ومع ناس بنعرفهم مع بنات خالتي في الصالون و... وفي ناس تعليقي المفضل ايوه وفي ناس كاتبين لنا انه هم بيرجعوا من الشغل والبودكاست وال... بيريحهم فنحن مبسوطين شديد على كل التعليقات وبنقراها كلها وبنحبكم شديد وبنحاول انه احنا نرد على قدر ما بنقدر لكن احنا فاشلين في الموضوع ده فاصبروا علينا ولكن نحن نستمع اليكم بنحاول نعمل الحلقات دائما نحضرها من زمان عشان ما نقطع في استمرارية وما نقعش في النص يعني دائما يكون في كل جمعه في حلقه جديده لبودكاست بص ايوه عشان مستمعينا ومشاهدينا انتم الإثنان لكما لكم ام متسع في قلوبنا الله وبنعزكم جامد وعايزين كل اسبوع نكون معاكم أه استغفر الله أه بالمناسبه عايز اقول لكم انه قاعدين نشتغل انه نحن نكون يعني شاطرين شديد ننزل لكم الحلقه بحلقتها عشان نستلم الفيدباك بلحظته ايوه ان شاء الله ان شاء الله نوصل المرحله دي يا رب فلحد ما نوصل المرحله دي احنا متابعين تعليقاتكم وشكرا على التعليقات الحلوه واحنا سعيدين جديد بالتفاعل وكل الحب بنحبكم قوي خمسه مو خمسه مو. المهم آه برضو في ناس علقوا قالوا نحن بنضحك كتير بس هم بس عشان ما يعرفوناش احنا عموما بنضحك كتير احنا يا اخواننا بنضحك كتير شديد على الفلفل لو في موضوع او مفيش موضوع ايوه في الشتنا عايمه الفاضية, الفاضية والمليانة أيوة. وفي ناس قالوا انه انا بفتعل الضحك انا انا وانا حابة اقول لكم انه انا ما قاعد افتعل اي حاجة لانه دي شخصية الحاجة. يعني. ما دي ما تقدرش تفتعل حاجة الا لو هي عايزة ايوة لانه انا بجد بجد آه ما بقى حتى في المساحة دي زيرو افتعال ايوة يعني ده ده ما شكل زول يفتعل ايوة ده شكل زول يعني اصلا ما عنده فلتر ذاته بالظبط فلو سمحتوا التعليقات دي انا حابه اقول لكم لو انتوا شايفين اني بفتعل الضحك احنا مش هنضحك خالص بقى يا زول انا قررت تاني ما اضحك انا قررت بسبب التعليقات اللي قاعده تيجي لي انت بتضحك كتير وتفتعلنا لنا الضحك انا الليله في الحلقه دي ما هضحك ولا ضحكه واحده ليه يا مها خلاص قتلتوا فرحتي <applause> زي ما ماما عندها مرض الضحك انا عندي مرض الهاي فايف كل شويه <تصفيق> <تصفيق> كل شويه هدي كتلتني هدي كتلتني بالهاي فايف بتاعها كل شويه هاي فايف هاي فايف هاي خلاص ولما ناخد وبقلها من زوايا مختلفه من تحت من فوق من كم بالمناسبه <applause> كل شويه ارغتها انا بحضر الحلقات معاكم لما تنزل وبعاين بقول يا ربي هذه دي لا اله الا الله كل شويه وانا بكون دايره اكمل السالفه وهي <applause> وما شايفة أنا إيه ده أصلا و... خلاص الله يشفيك أجمعين قصدك <applause> شنو؟ أنا تاني ما حطك أظن كويس حلقتنا النهاردة بمناسبة الشهر الفضيل عن تروما رمضان دن دن دن. <applause> احنا الليلة هنجيب لكم منظور اخر عن رمضان لأنه دائما الناس بتتكلم عن الفوانيس بتتكلم عن الأنوار عن المعارف الحاجات اللطيفة إحنا الليلة حنتكلم معاكم عن المشاكل اللي بتواجهنا خلال رمضان وعشان نمشي على نفس النسق نفس المنهاج أنا بقيت زي هذه الملفح الكلام النسق الله أنا شفت العدوى بتاعتي الله أهلا بيك أهلا أهلا, أهلاً بيك. رمضان رمضان جيلي أهلاً. خلاص المهم اه احنا اه لانو الحلقات الفاتت كنا بنتكلم عن التروما وعلقنا على كلمه تروما اللي انا عن تروما رمضان والتروما في رمضان في ترومات صغيرونه شديد كثيره شديد انا حاسه انه احنا غلط نستخدم تروما كتير كده لكن ما مشكله لانو الناس عارفه انه احنا بنهزر صح ايوه هم عارفين احنا بنهزر اكيد احنا بنهزر وما قصدنا التروما الحقيقيه بتاعت بعض. الناس اللي هنا اه كنت عاوزه اقول شنو؟ ايه في واحد كتب لنا ايوه قال قال انا ما قادر افهم حاجه ولا واحده آه. ما فاهم منكم حاجه عشان الضحك الكثير يا ريت توقفوا ضحك عشان نفهم حاجه يا اخوانا ده ما بودكاست بتاع فهم ده بودكاست بتاع ضحك ده بودكاست بتاع عوارة وتفاهه وكلام فارغ ما في حاجه تتفهم بس فهي الرساله وصلت لك اكشلي ايوه إن انت مش فاهم حاجه من كتر الضحك هي دي الرساله ايوه لنت... ما ما في حاجه تفهمها مزاجك انت لو حاسه في حاجه تفهم انت قاعد تسمع بطريقه غلط فبس بس حبيت اوجهها لا, لا 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 مش بطريقه ممكن ممكن يفهموا حاجه بالمناسبه يعني احنا عندنا رسائل مبطنه اللي عايز يفهم برضو ممكن يفهم في عندنا رسائل مبطنه واهداف مبطنة. مبطنة. مبطنه في كل حاجه عايز تضحك مش عارف كل حاجه كل حاجه مش عايز الناس ما <applause> تسمعش البودكاست ولا يعني عايزه اسمعوا لكن لازم اشاكلهم شويه خلاص ما شاكريهم ما بشاكلهم بحبهم المهم آه رمضان ما انت بقيتي برج الجوزاء واي <applause> الامراض كترت علي <applause> أمراضا النفسيه كترت علي يا اخواننا طيب اوكي قسمنا لكم تروما رمضان لثلاث اقسام تروما قبل الفطار في فتره الصيام توروما على الفطار لحظه الاذان لحظه الاذان المغرب وتروما بعد الفطور اللي هي ما تمتد الى الامساك بقى السحور وخلافه <applause> القهوه تراما القهوه في رمضان انا يا جماعه انا لا 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 انا عندي مشكله خطيره وانا مبسوطه جدا جدا ان احنا كمجتمع اتفقنا ان القهوه دي حاجه ممكن نعتمد عليها بشكل مرضى انا مبسوطه جدا ان دي حاجه مقبوله اجتماعيا لان يعني مسموح. بالظبط حياتي بدون القهوه ما اقدرش اتخيلها وبقيت تدرجت بقى بقيت من جماعه الناس اللي هي القهوه المقطره والقهوه الفي 60 والبن من فين كولومبي مكسيكي بروناي آه يمني اثيوبي طبعا الحاجات إيه دي مستحيل افهمها البلاند بتاعت القهوه ايه بقيت اعرف باريستاز معينين اروح لقهاوي معينه بس ما اشربش كوبايه قهوه لان انا بشربش غير كوبايه قهوه واحده في اليوم فيا اما كوبايه في القهوه دي <applause> الله يرحم جدك تبقى كوبايه صح كده تخش مش في قلبي ولا معدتي تخش في مخي كده تنعنشه يا اما ما تشربش هدر لمساحه المعده فده مره شدتها ترى مره شدتها وانا اعرف اني مره شدتها فدي فلسفتي في شرب القهوه حصل ايه امتى اعترفت بمرضي لما رمضان اللي فات بدات اصدع <applause> <applause> دي حركات الرجال الكبار يا اختي يجي, يجي ونص اليوم كده يمسكني صداع وكل يوم ي... مش الصداع العادي الصداع اللي هو يجيلك كده يلف يلف ما ياخدش راسك كلها ياخد يلف وينزل يمين ويكسر ياخد العين الشمال آه معاه يجي اليوم اللي بعده ينزل لك على الرقبه ويقوم واخد ودنك يجي اليوم اللي بعده ينزل لك من قدام وعلى عينك سلام قولا من كدا. رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم عارفه ايه ده يمسكني لحد الفطار لا اله الا انا بكسر الفطار يبقى بكوبايه ميه وراها على طول كوبايه قهوه على طول فورا ده مرض ده مرض الله يشفيك ده مرض فدي تروما انت ليه ما تخلي القهوه طيب تستني الى الشاي الاخضر ايه تستبتلي القهوه بالشاي إيه الاخضر كده ايه المتعه في كده خلاص احنا اتفقنا ان القهوه دي حاجه مسموحه بيها عشان يعني مقبوله اجتماعيا قبل رمضان انت بدي تشرب شاي اخضر لا, لا 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 انا تعاملت مع الموقف ده اسمع ممكن احكي لك قصه إيه؟ واحده صاحبتي مره تفلسفت علي تفلسفة آه كميه الكافيين في الشاي الاخضر آه اكتر من القهوه وخلتنا كلنا نشرب شاي اخضر بعد نص ساعه احنا كلنا ما قادرين نفتح عيوننا من النعس دايرين نموت دايرين نجع في الوسط كده من النعس والله انا الزوله دي اظن لحد هسه ما شفتها تاني <applause> دي اكيد مش هتبقى انا بس الماتشا فيها كافين مش مش موضوع كتير ولا قليل مشروب المشروم كاف استني استني نيجي لمشروب المشروم بعدين المشروم ده ما فيهوش كافين خالص الماتشا فيها كافين ما بيصدمش جسمك بيدخل كده كمنحنى لطيف ما بيعملتيش شوك كده. مم. بيجيش لي رعب طب ما تشربيه. بشربه. تنيلي على يا ما بشربوش. بس اصبر اصبر عشان طولنا في موضوع ترومه القهوه دي وانا عايزه اقفلها عشان نصيحه نصيحه. القهوه بقى ايه؟ بقيت اخرها كل يوم، مش كنت بكسر بيها صيامي؟ أأخرها اخرها 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 للسحور. آه. اخر إيه؟ حاجه خالص ايوه ايوه. ايه؟ مش أش... اشرب القهوه دي على السحور آه. قبل الامساك وانام. ما تفهميش ازاي ايه ايوه فمفعول الكافيني في دمي <applause> لحد يلا يا دوب قبل ايه قبل اذان المغرب هاي ده دبان يا انصحك بالتعال العلاج انصحك بالطبيب النفسي انصحك بالمصحه ليش أنت تقعد تحسي بالساعات والقهوه تقعد في دمي ولا لا ايه دخلنا في الدم وامور زي دي في السيستم في السيستم وبعدين كيف تشرب قهوه وتنومي ايوه دي بقى ايه أنا عارفة الحركة دي بالمناسبة بقى. لأنه أنت جسمك أوريدي بيكون نام أيوة أنت بتقوم تشرب القهوة أيوة القهوة بتلحق تصحيك أيوة لو صح عشان تصحيك بيكون شغل كبير أيوة تتذكروا الامتحانات في رمضان؟ ده شنو؟ ضيم ده ضيم وظلمات لا 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 عيب 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 الحركة دي عيب منهم أيام البيزنس في رمضان كنا بنتبهدل جامد كنا بنتسوح اللي هو ت... كل حاجه ما فيش اجابه صحيحه تذاكري قبل الفطار انت مش مركزه ونفسك في كوبايه قهوه او في كوبايه شاي او في كوبايه حاجه صحيح. نعسانه نعسانه بس ما في ما, ما, ما فيش اي حاجه ما فيه. ما فيه. بعد الفطار انت جايه لك حاله تخمه من الفطار وعايزه تريحي ومركزه اصلا هنا ومركزه في الهضم جامد وفي مسلسلات وفي حلويات حلو أهلك وفي طبعاً فعاليات فجاه اهلك بيبقوا اظرف ناس في العالم صح؟ رحنا عمل المعارف كل الفعاليات بتطلع في رمضان والمسلسلات الرهيبة أيوة. والحياة الرهيبة وبتبقي مدين في العالم أيوة. تقولي الامتحانات قاعدة تشغلنا عن الطاعات في رمضان بالضبط يعني أقسم بالله الامتحان في رمضان ده أسوأ حاجة في العالم وحاجة غير أخلاقية أنا بشوف يعني م. أنا بشوف أنه الناس المدارس ده تخلي الامتحانات Uh... طبعا كنت عاوز اقول كده بعدين استوعبت ان انا اتخرجت من المدرسه انا dont care صح يا اتشدينها مره نوت ماي ستروغل صح ما مشكلتي اوه ماي جاد انا اي لاف ذات حبيت مره انتوا فاهمين احنا متخرجين من المدرسه صوروها ما عندنا المشكله دي يا ما خلاص ما تكوني غيازه غيازه <applause> ده تحفيز للناس عشان تتخرج من المدرسه انتم تستطيعون. انتم تستطيعون انتم بالمناسبه <applause> تستطيعون احنا, <applause> طريقة. احنا كنا بنعمل ايه كنا بنموت كنا... بس لا كنا بنذاكر في بيوت بعض كنا لازم لازم نقرا مع بعض لازم أيوة يعني انا ما بقدر اقرا براي لا بس كنا بنذاكر بجد مش اللي هو بنقعد وبنحكي وبناكل وإلا كنا فعلا بنذاكر ايوه كنا بن... بعد الفطور ايوه يعني مثلا اكلنا الساعه مثلا آه تسعة بالكثير بدأنا تسعة بدأنا لحد تسعة لحد ال 5 صباحا 6 صباحا لا 5 صباحا دي بتكون بنكون في بيوتنا خلاص لحد قولي الساعه من 9 قولي لنص الليل كده كل واحده تروح بيتها م. تكمل مجهود فردي م. بس ننام مع بعض على الواتس اه لحد الفجر او ممكن ما ننامش خالص نروح نمتحان. احنا اصلا في ظل بنوم ما في ظل بنوم لا ايام الفاينل ده اي حاجه كنا بننام بعد الامتحان اه 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 كنا ايوه كنا... بعد الامتحان يا ننام الله. عشان سهرنا طول الليل بنذاكر انت عارفة انا كان عندي حقد دفين ايام الامتحانات كل ما اطلع من البيت مش بنطلع ستة أيوة أيوة. حاجات غير منطقية كده خمسة صباحا و... ليه انسان يطلع من البيت خمسة صباحا كنت بعاين لكل افراد العائلة النايمين تخيلوا كنت حاقدة عليهم كلهم بعدين قمت مشيت قلت قلت كده قلت لها يا خاله ما ممكن كل مره بطلع بدري وانتم بتكونوا نايمين قاموا في واحد صاحب ابوه قال لي انا هم خلص وقتها سكتتها صراحة حسيت بالخجل من نفسي خلاص قدموا هم ايوه خدموا ايوه دورك تشيلي الشعلة تروما الشغل ما في زول داير يشتغل في رمضان لا 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 مش كده بس انا احكي لك عن معاناتي الدفينة آه دلوقتي كان في رمضان من الرمضانات في رمضان كنت <applause> كنت انا بدور على شغل في عيادة لان انا كنت ايامها ايه مقتنعه ان انا هكمل في مجال طب الاسنان دي او بضحك على نفسي او يمكن عايزه احلل الشهاده بتاعتي او يمكن عايزه اقضي اهلي او يمكن جميع ما سبق المهم آه أخدت طب الاسنان اخذت العقليه بتاعه اللي هو انا ممكن كم مره يتقال لي لا النهارده فكان ده الدافع بتاعي في رمضان برضه في رمضان ايوه فكنت طبع السي في بتاعتي دي, دي كنت طبعة يمكن مية ورقة كنت طبع مية نسخة وانزل كل يوم بعد الفطار في العربية الفلف على العيادات وانا اللي محفزني هو انا كم لا هتتقالي النهاردة دي شفتها في تيك توك قالت المرة لو انتوا عملتوا كده اكيد ما كل الناس هتقول لكم لا بس هم كلهم قالوا لا مية المية قالوا لا اقسم بالله ما حدش حد رن السماعه بالغلط والله العظيم ولفيت في الامارات الثلاثه دبي والشرق وعجمان اقسم بالله ترو ستوري تورو ستوري بعد الفطار الفلف اكون سايقه اشوف في عياده اقف اركن انزل تك 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 اسيب السي في بتاعتي على الريسبشن انزل تاني تك 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 ادي وقت تاني الفلف كده الفلف كده لحد ما ما خلاص العيادات تقول قفلنا واروح بيتي انا حاسك البحث عن وظيفه انت ما كنت دايره تشتغلي ترمي السي في بتاعك ساي عشان كده انت لا والله كان حلو كنت منزله اللي هو التامبلت ده <تصفيق> الازرق <تصفيق> التامبلت الازرق <applause> اللي كده هنا وصوره والهوايات يبقى صفحه واحده وبعم أو بيبقى صفحه شيك آه وبعدين شنو؟ الضغط الشغل تحت الضغط ايوه ستريس آه. آه. التيم وورك اسوء اسوء عاده فيا ايه <متعص> بشتغل تحت الضغط ياه hey. ياه hey. ما حطيتيش فراشات لا ام بروفيشنال تروما هاي فايف هديل تروما الشغل <بيقف>. <applause> في رمضان انا متفهمه تماما يعني لانه انا برضو ما داري اشتغل في رمضان لكن لو ان لو ليه لازم دائما في الاحساس بتاع انه الحاجات لازم تخلص بعد رمضان ما في زور بيشتغل اي أيوة أيوة شغل بيقف. بيوقف كل حاجه بتجيب كل حاجه بتقف وبعدين حاجات نص ايوه لا نص ابلكيشن <applause> نص ايميل نص تليفون نص ميتنج ما في حاجه بتكمل للاخر بيقول لك <applause> نص ضمير بف... ايوه نص نص ضمير في الشغل اي شيء تقدر تعمل بيقول لك اه الدوام خلص الدوام بتعمل بس كده بيخلص بس النص ي... الوحيد اللي مقبول هو بودكاست, بودكاست ونص <applause> ده النص الوحيد اللي ممكن نقبل فيه <applause> <applause> وايد حبيتها هذه حبيبتي لعبتي كروما السواقة في رمضان وب علي وب علي منكم يا اخواننا شنو انتوا ليه؟ في شنو في شنو في رمضان؟ فيلم هوليوود اكشن ايوه الشارع بيقلب ام بي سي اكشن فاهم اسمع شنو مطاردات 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 ابشو شنو؟ شنو؟ لا بيب 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 والناس زعلانة 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 ترى مرة شادينها ترى يفلشر يديك فلاشات كده الله حلو كلمتي فلش <تصفيق> فلش <تصفيق> يديم يديم دي بيقولها هنا بالله في المعلومات لا لا بجد الناس تخ... تحسن اسواق اسواق تحسن اخلاقها في السواقه <applause> قولي تاني معايا <applause> تحسن اسواقها في الخلاقه قوليها <applause> خمس مرات المرض انت قالك <applause> تم نشر العدوى <applause> <applause> تحسن اخلاقه استواء برافو لانه دي ما أخلاقنا الصايمين ولو اه شفتي الناس الصايمين آه. اللي كانهم صايمين ايوه كانهم صايمين ليك كأن و... في... كأن... إنتي كانه انت يعني يعني دي يعني الحسنات هتروح لرصيدك انت مش أيوة. ليهم أيوة أيوة. الشغل اللي بيعملوه انا ايوه ايوه انا عشان, عشان صايمين عشان انت اللي بتاخدي الحسنات زي مش دخلني ما اعرفش انا دخلنيش بالمناسبه كل واحد طب ما تصوم ما تصوم صوم باخلاق مش الصيام ده اخلاق يا مها انت دلوقتي عايزه تشيلي وزر الناس دي اشيش الناس دول هم قاعدين يشكلوا فينا يا اختي بس اختيارهم مش تيجي تقولي لهم يعملوا ايه ما يعملوش لا ما, شي ما لا ارضى استطيع لا يمكن عين ما, ما يجوز يذلونا أنهم صايمين ايوه دي ممكن ما يجوز ما في زول يذلنا أنه هو صايم دي ما مشكله دي ما مشكله صلحوا اخلاقكم صلح صلحوا اخلاقكم صلحوا اخلاقكم كمان معانا هنا قله ادب استغفر الله ده مع حلقه رمضان بجد دي حلقه النو... النوتي كورنر لازم نعمل نوتي كورنر في بودكاست ونص انا شايفه فيش مكان فيش مكان ممكن مثلا نيجي على كده شويه النوتي كورنر هو نشال منك المايك ده النوتي كورنر وانا هتحدث كيف قدرت تشيلي مني صوتي اعملك ميوت يا لهوي اخد صوتك تسلي تسلي بمني ساعة تعبير تروما الناس المدخنين في رمضان امم أنا... ليه نفسها تروم الناس الصايمين <applause> لا 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 <applause> يا حبيبتي معناته انت ما تعرضتيلهاش بشكل شخصي انا بابا كان مدخن شره واي شره حطي تحت شره دي 5000 خط ومش الطف حاجه في رمضان لان كنا يعني احنا كنا في البيت عندنا استراتيجيه ازاي نتفادى بابا الصبح يا لهوي وهو <applause> صايم وازاي نتفاداه ما يرجع من الشغل عشان لسه بيكون صايم واي. أوكي بيجي قبل الفطار فاحنا بنتفاداه ازاي فكنا بنعمل اجتماع مغلق احنا افراد الاسره نعمل اجتماع مغلق ما بيننا نتوزع م. اللي هو ماما في المطبخ انا بذاكر اخواتي ده بيعمل كذا كل واحد لازم يكون بيعمل حاجه بناءه مم. اللي هو يا اما في المطبخ يا اما بيذاكر حاجه آه. تانية اخرى غير بناءه اوكي ان أنتي. قاعده كده... الذره ايوه بالظبط بتكتشف علاج لمرض السكر بتكتشف ازاي تقفلي الثقب <applause> الاوزون كده غير كده انت يعني ايه انت قاعده كده ليه آه. تمام ف يعني ايه كان كل يوم في مغامره جديده مع مغامرات بابا وتقلباته المزاجية بسبب انعدام الدخان، اوكي؟ يا مرة احنا كل يوم بعد الفطار ماما تساله تقول له هتفت... عايز تفطر ايه بكرة؟ ابخلك ايه بكرة؟ كل حاجة بعد الفطار بقى ها. مم. بعد الفطار وكوباية الشاي والمزاج يتعدل كل حاجة من ايدك حلو مم. أي حاجة تعمليها حلو مم. اللي أنت عايزاه ملاك، اوكي؟ مم. قبل الفطار بنص ساعة في عز عارفه يعني دي النص ساعه الحاسمه في المطبخ دي اللحظه, اللحظة الفارقه في المطبخ هي دي دي اللحظة, دي اللحظه دي اللحظة الفارقة في المطبخ اللي هو بنسخن الاكل بنحضر المشاريب عشان تنها ساعة كله جه بابا انا عايز مكرونة سباجيتي بالصلصة الحمراء طاجن بامية باللحمة ايه وكباب حلة ايه <سؤال> رمى دروب <سؤال> مايك وساب المطبخ وخرج اوكي ماما قالت له يا حسين ماما بدات تناقش معاه على اساس يعني انه ده نقاش يعني هي كانت فاكره انه ده نقاش تقول له يا حسين يعني انت انا عامله النهارده فراخ وانا سالتك امبارح إن انا عامله فراخ ورز وبطاطس ووب. انا عايز مكرونه سباجيتي بالصوص الاحمر <applause> باميه وكلها اطباق صعبه كل طبق اصعب والمشكله ان مفيش تناغم يعني ايش <applause> دخل ده 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 ده, ده. سباجيتي والباميه <applause> فبعدين ايه انا بقيت بص على الموقف uh, ده باي ذا و... انت عارفه انه انا متذكر الموقف ده كويس شديد وانا كنت اي ثينك جيتكم يعني بعد ال... في نفس اليوم بعد الفطور ولا ب... ولا اليوم اللي بعده حاجه زي دي وكان في كان في مشكله كبيره في البيت كان في مشكله كبيره وكان في يعني كباب الحلة ده كان عامل مشكلة كبيرة أنا جدا كان عامل أزمة لأن أنتي عشان تجيبي اللحمة من الفريزر وتفكيها قبليها بنص وت... ساعة وتعملي ال طب أنتوا عملتوه أنا ماما كانت لسه فاكرة إن ده نقاش أنا <تصفح> قلت لها حبيبتي ده مش نقاش أنا هطلع أجيب اللحمة من الجزار قولي لي أنتي بتجيبي اللحمة إيه؟ أنا ما أعرفش اللحمة دي بتتجنب إزاي قلت انت خشي حضري باقي الحاجه واعملي مكرونه سريعه واعملي دبري امورك خدي كيس باميه من الفريزر ودبري امورك اعملي اي حاجه انا هروح اجيب اللحمه من الجمعيه ورجع يا لهوي نزلت العربيه بوم 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 ده للناس اللي بيسوقوا في رمضان انا بمسامحاكم بوم <applause> <دلوقتي. تصفيق> بتسوقي تريلا انت <applause>

dun 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 على الاذان خمس دقائق اها عملتوا شنو؟ عملنا الثلاث اطباق الحمد لله في نص ساعة ايوه ايوه في نص ساعة والله كان انجاز يستحق عليه وسام فخورة جدا بماما في اللحظة دي تداركها الموقف ايوه ايوه والله بجد والله بجد والله الف يعني مبروك على الموضوع ده بجد حاجة صعبة جدا تفادي مشاكل اسرية طيب وبعدين يعني حصل شنو كيف كان الرياكشن؟ آه، الحمد لله ومحصول. الحمد لله ما كانش فيه شوفي هو كان سقف التوقعات انه ما يكونش فيه آه، رياكشن واحد. سلبي بس الحمد لله مش عايزين ايجابيات الحمد لله الحمد لله المهم رب المهم انه في ايه فيش رياكشن سلبي استغفر <applause> الله نزلت اصناف على الترابيزه زائد الفراخ انا شايفه تفتحوا مطعم لانكم عندكم مؤهلات عاليه شديد <applause> ليه ما حاولتوا انكم تستفيدوا من الموهبه دي؟ انا شايفه نستفيد، لو في اي مستثمر بيتابع بودكاست ونص وحابب حاضر لكم مستثمر مشروع ما أنتوا شاطرين مطبخ. اه. مطبخ ونص سميه مطبخ ونص؟ مطعم ونص؟ مطعم ونص؟ مطعم ونص؟ <applause> <applause> طبعا نفسي في حلقه, حلقة مح... مها المانج... المايك ينفد من مخالب مها الحاده <applause> التي تبطحه <applause> يمينا ويسارا المايك في حضني المايك في حضني <applause> انا عايزه يعني ارتاح دقيقه انا عايزه فريدريك لايا افردي <applause> انا كمان صدقني اقسم بالله مش قادره يا لهوي استني يا لولو استني يا لولو عايزه اجري يا لولو مش قادره اجري رجلي نملت اه دروم رمضان يا بقى عاينوا يا اخوان احنا لو عاوزين نفتح مطبخ بمهارات ام هديل خالته خالته لو بتحضر الحلقه دي افتح لنا احنا مستعدين نستثمر في المطبخ بتاعك زي ما استثمرنا زي ما استثمرنا في الزينه دي عندنا من من درهم ل 50 شوفي انت بقى عايزه ايه من الدرهم كان خالتي كانت دايما بتقول لي حبيبتي اني اجيب لك 3 دي تريدي. من الدرهم من ال <تز conversations> مستثمرة جادة خالتك تروما <تز r políticas> تروما تروما الرياضة في رمضان نعم دي بيعملوها كيف؟ ما اعرفش اشرحوا لي وما هو الوقت الأمثل؟ ما ف ما قدر أفهم ما قدر أفهم بيقولولك الوقت الأمثل اللي هو قبل الفطور سيكا والعطش والجوع ما أنت ما وال وانا امشي ك.. كأ... اجري ازاي قبل, قبل فطار سيكا اجيب الطاقه منين بيقول لك احسن عشان ايه بيعزز ما اعرفش في دراسات في دراسات في دراسات اعملوا سيرش في دراسات على الكلام ده مفيد جدا أه واعتقد انه الاجابه المثاليه هي قبل فطار سيكا <applause> انا شايفه إنه الرياضه يلغوها مع الامتحانات في رمضان، يلغوا منطقة الرياضه كله، لانه ما في لها مكان انا ما في لها مكان، مكان ما في، ناخدها يعني مكان ما في زمن ما في الزمن ما, ما في، حرفيا الزمن ما في، انا شايفه رمضان يعيدوا الجدول بتا... ولا احنا العادات بتاعتنا في رمضان غلط؟ يا اخوان انا عارفه رمضان بيكون حق الزهد وال... والزول المفروض يكون هنا مش المفروض الزول يكون يعني كده عنده عادات زاهدة ويتعبد ويرفلكت ي... 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 يرفلكت مع نفسه أيوة بس إحنا في والكون. العصر المعاصر في العصر إحنا ضمرنا لازم تعملي 500 حاجة مع بعض بقى. لا لا لا, لا تاخدي بالك من صحتك دي برضو حاجة كويسة جدا على فكرة ومتوسي بيها جامد لازم تاخدي بالك من صحتك لازم تبري بالك اخد بالي من صحتك لازم صلاه الارحام وبعدين انت امتحاناتك ومذاكرتك دي لازم تبني مستقبلك فلازم الحاجات دي كلها جت مع العصر الحديث فانت ما ينفعش تاخدي حاجه وتسيبي باقي الحاجات تسكتي باقي الحاجات <applause> عشان كده نحن حرفيا في رمضان كل حاجه بيحصل لها بوز وبتبوظ <applause> <applause> ما في حاجه بتشتغل غير القفاطين <applause> وخيم رمضان وخيم رمضان قفطان رمضان بخي... آه لكن دي ترم سنتطرق ليها في سكشن بعد الفطور سبقتيها في تروما جدا آه تمس كل امراه واي علينا احنا تروما الدوره في رمضان قبل الفطار تحديدا انت قبل خمسه دقايق من الفطور كله فجاه قبلها بخمس دقائق بام يجيلك مغص مفاجئ تقولي يا رب انا عندي مفبالي. هم كبير <applause> ما نقولش يا رب, <تصفيق> <تصفيق> يا رب. انا عندي, عندي هم كبير نقول يا هم أنا عندي رب كبير <applause> بس في اللحظة دي بيكون عندنا هم كبير قوي وبعدين دايماً بتكون في أصعب يوم، بيكون مثلاً يوم أنت صاحي فيه وبدرية، أيوة امتحانات، ومشيتي أيوة أيوة الشغل، وجيتي أيوة وطبختي، أيوة وعملتي أيوة عندكم أيوة عزومة، أيوة وميتة, وميتة وتعبانة، وما نمتي. يعني اللي هو أنت اشتغلتي 100% اشتغلتي جامد. اشتغلتي 100% 200، اديتي الصيام 200%. بعدين يجي لك إيه قبليه بخمس دقايق كلي؟ هاي. هاي. لا لا لا، حاجة كعب شديد. أيوة. مستحيل زول بجد حاجة كعبة شديد وبعدين في تروما تانية يعني في رمضان امم احكي لنا لما تكوني فاطرة آه. بس نحن بسبب المجتمع ايوه والعادات والتقاليد أيوة. عيب ابوك واخوك يكونوا عارفين انك فاطره أمم، عيب انه خالص يعني آه خالص انكار تام انكار تام يعني حاجه مش دي... انه تاكلي وتشربي انه حتى مثلا لو شموا ريحه ال... يعني انت ما ممكن تخش المطبخ ذاته يعني بتتعبي آه انت إيه في المطبخ دلوقتي مثلا انت ماسكه اه ماسكه الكوبايه دي ليه؟ رايحه بيها فين؟ اه اه, آه. يعني بيلغوا تماما انه انت بت والحد دي موجوده في حياتك عادي انا تحررت من الموضوع ده لما بدات اسوق وبقى عندي عربيه ازاي؟ بقيت في العربيه في العربيه لا لكن يعني شوفوا هو يعني مثلا أبوي ولا اخوي ولا يعني هم يعني ما مهم عندهم ما ما شغالين بالموضوع يعني لكن انت بسبب ال يعني لما تكوني صغيره بسبب العقد في المجتمع بتحسي بضغط انه انت لا لا المفروض بتكوني خجلانه أيوة. في خجل مع انت الموضوع ده جريمه دلوقتي مع انه هو حق لكي وإنتي وحضر شرعي وكل حاجه وكله تمام لكن بتكون في قمه محت... التوتر و... وإنتي كمان محترم يعني انت مش رايحه تاكلي قدامهم رايح أيوه. تشربي قدامهم لا إنتي إنتي انت حتى يعني إنتي محتاجه تاخدي دواء ايوه انت بتكوني اصلا حالتك ب... تكون حالتك منتهيه وميته من التعب والالم واستغفر الله تروما الدوره الشهريه في رمضان تروما الدوره الشهريه في رمضان تروما لازم نعمل حلقه تروما الدور حلقه كامله تجنبي الهاي فايف تجنبي الهتف... فايف خلاص. <applause> ننتقل الان الى تروما الافطار <applause> <applause> تتعدد تروما الافطار وفيها حاجات كثيرة ولكن يتراس هذه التروما تروم الضيوف والعزائم واو علينا لما يكون عندنا عزومة في رمضان تكثر العزائم في رمضان ما شاء الله لا لا لا. وتكثر الأباق ويكثر الطلبات وتكثر الخلافات العائلية أووو. طبعا بابا لما يكون عازم أصحابه في رمضان يا لهوي يا لهوي قمة التوتر آه. في العادي اصلا لو خديتي له دجاج ولا سمك ما بيعرف ما بيبعب ما بيفرق ما بيعرف الفرق ذاته <applause> ما شغال بالاكل ولا شغال بحاجه بياكل اي شيء ومبسوط فجاه لما يجوا ضيوف يكون خلاص ال ال المراقبه ايوه وما طبعا بتكون شنو برضه كرهان حياتها وانا بكون كرهان حياتي معاهم فالحاجه بتكون موتره شديد وانا بتحاولي انك يعني تصنع اجواء جميله ولازم الضيافه تبقى فايف ستارز لازم يكون في مشاريب في مقبلات في طب اطباق رئيسيه مش طبق واحد وفي فن في التقديم اللي هو الترابيزه دي ترست وزينت فيه هلالات والبقى. ونجوم وفي فوانيس والشوكه والمنديل أنا عمل كده يعني خدمات فندقيه خدمات فندقيه وفي بعد في فقره بعد الفطار في اللي هو السخن بعد المشاريب السخنه واي. قهوه مش اي قهوه قهوه تركي ولا قهوه عربي بالمناسبه حياه التروما البت في رمضان انا انت فاهمه انت كبت في رمضان انت المسؤوليات بتاعتك لا تنتهي يعني انت قبل الفطور بتكون شغاله في الفطور او اكشلي الظهر بتكون شغاله في السمبوسه انت في اي مرحله عمريه كبنت هل انت لسه في المدرسه اي مرحله ففي عندك ففي عندك بقى شغل ومذاكره ولا هل انت امراه عامله ولا هل انت في الجامعه يا لهو. ولا هل انت ام وعندك اطفال هل انت ام جديده يا مامي نيو يا, ماميز؟ يا وفي و... كمان ولا هل انت اولد مامي حتى الامراه المتقاعده فوق ال ما بيرحمها. ما بيرحموها في رمضان يعني انت مسؤولياتك في رمضان لا تنتهي من قبل الظهر لحد السحور لحد ما تسحريهم تكون شغاله شغاله اها اعملوا السمبوسه اعملوا الفطور خد اعملوا الترابيزه اعملوا الشاي اعملوا القهوه اعملوا الحلو لازم يحل <applause> <applause> اعملوا اسحور <applause> اعملوا أسحر. أعمل سحرات وفعاليات <applause> لا 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 لا, لا, لا <applause> ايوه لازم تونسيهم كده وبتاع اخوانا انا احب برضو نرجع لانه رمضان شهر الزهد والايمان <applause> الناس المفروض ما تاكل كثير الناس المفروض <تصفيق> 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 انا حاسه ان الحلقه دي قلبت التروما بجد هي ترومه بجد فعلا لا اله الا الله ترومه أخوك. فين المستفين الزول اللي, اللي علق وقال ترومه الرجال في حك رمضان تكلمنا عنها ايه ترومه الرجال الرجال اللي بيصحوا قبل خمس دقائق من الفطور واو علينا ترومه الرجال في رمضان الرجال اللي بيصحوا قبل الفطور ب دقائق لا 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 ما تستحون على وجهكم لا وبيجو ينتقدوا الاكل وبيخشوا المطبخ يفتحوا الحله يشوفوا لا إيه إيه انت عملتوا ده أنتوا مش صاحيين من يومين لا 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 يا اخوانا رسالة للأمهات الجديدات أنا فاهمة إنه نيو, ماميز. نيو ماميز. أنا فاهمة إنه الإخوان الكبار والرجال الكبار خلاص راحت عليهم يعني آه في ما بنقدر نغير الحاجة في امل في المستقبل في امل في المستقبل انا عاوزاك تعلمي ولدك الصغير انه هو واخته عندهم نفس المهام في المنزل وتعلميهم الامتنان ومتع... ايوه تعلميهم الامتنان او تعلميهم اكشلي يعملوا نفس الحاجات عشان يعرفوا ان الحاجات بتاخذ وقت وما بت آ... ماجيكلي بتظهر في الترابيزه ايوه بالظبط طيب ولازم يحترموا الحاجه دي وهم يعني الحاجه اللي محتاجينها يعملوها لنفسهم شكرا مع السلامه شكرا تروما الاير <ترومال> فراير في رمضان، المقلاه الهوائية ليه عندك مشكلة مع القلاية الهوائية؟ أنا بحبها جدا شوفي الم... بترمي فيها الأكل ويتعمل دايرة ليها شوفي لما الزول يكون ما عنده خبرة في المقلاة الهوائية مش بتحتاج خبرة ده الحلو بتحتاج فيها. بتحتاج ازاي؟ بتحتاج صدقيني بتحتاج صدقيني أنا شفت مناظر يجوك في الفطور تكون ميت من الجوع داير بس السمبوسه بتاعت الجبنه تلقاها سمبوسه معموله بالاير فراير، الجبنه منها طايره وما في ذاته جبنه جوا والهنايه ذاتها ما ما مستويه ولا ما وما عارفاها مالها، فيها فيها مشكله. يعني يا اخوانا الاير فراير عنده اصول. الما ما بيعرف يستخدمها ما يستخدمها، بس دي رسالة الوحيدة. انا حاسه ان انت بتكلمي نفسك. لا انا استعلمت كيف استخدم الاير فراير وبيجد بتطلع الحاجات حلوه شديد بجد والله يعني الع... ناكل من ايديكي سمبوسه بالجبنه في رمضان في رمضان ان في شاء الله Air Fryer. في الاير فراير في الاير فراير هنجيبها هوائية. هنا البودكاست انا قلاي الهوائيه دي يعني عشقي لانها بفتح الدرج برمي الحاجه بقفل بتطبخ بفتح خلصت سحر بتحطي فيها سمبوسه عشان نكون صريحين انا بتكلم عن السمبوسه فقط شفتي شفتي سامبوسة فيها سا. في القلّل هو ايه. اقسم بالله في فرق والله العظيم اللي اللي بيلمسوا البتاع بتلامس بيتلامس فئه معينه من الناس حيعرفوا صح؟ صح؟ اوكي <تصفيق> 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 يا ربي يا فايف <applause> هديل انا متقبله الهاي بتاعك خلاص بجد تقبلتيها؟ ايوه عشان كل ما تشوفي الحلقه بتزليني خلاص انا قلت هينفع اشتغل على نفسي اتس اوكي ما انا تعديت بقى ومش هينفع احنا الاثنين نشتغل على نفسنا يس تروما جيراننا في رمضان، نحن عندنا جيران ظريفين شديد في رمضان اوكي؟ بيرسبوا لنا كل يوم صحن وانا بحبهم شديد لكن احنا المشكله انه نحن دائما بنحاول نكون ظريفين فبيقوم مثلا بنرد عليهم بصحن يقوموا رادين علينا رادين علينا بخمسه صحون بكره علوا عليك يعلوا علينا نقوم نرد عليهم مثلا بكره ب ثلاثة صحون يقوموا اليوم اللي بعده 10 صحون يا بسم الله الرحمن الرحيم يعني الكرم ختموا الكرم ختموا ختموا, ختموا الكرم. الكرم المشكلة ان احنا ما عندناش ايدي عاملة تكفي الموضوع ده في البيت <applause> يعني احنا كلنا لو اشتغلنا يعني كلنا مع بعض كده مش هنش هنكفي تبدلي تبدلي جران اه لا انتي جرانك وحشين قوي استغفر يلا الله, الله. يا لهوي احنا لف علينا جران اقسم بالله الموضوع كان كان احنا قاعدين يعني كان احنا الناس دي رحنا وقلنا منهم في بيتهم كده يعني يلا. عملنا معاهم النوتي كده <applause> كان عندنا جران بس نقلوا الحمد لله الحمد لله كان <applause> عندنا جران الـ الـ يعني تفننت في خلق المشاكل من شيء بحيث اللي هي اه كل يوم تعمل لنا مشكلة, مشكله مع صاحب البيت مشكله مع المعرفش مين تشتكي لفلان تشتكي لعلان تشتكي لنا شخصيا تك 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 تك, تك. انتوا عربيتكم جايه سنه كده في <applause> ناحيتنا انتوا ليه بتاكلوا قطط الشارع خليهم يموتوا طا 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 طا. انتو ليه حاطين ورد وزرع هنا واي <applause> دا 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 دا. أنتو دا 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 انتوا صوتكم عالي دا 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 واي 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 <applause> امتى؟ طبعا احنا في ثلاث سنوات من هذه المعاناه اوكي؟ امتى تعادلت؟ إب وفرضت خلقتها <applause> استغفر الله العظيم <applause> بنتها بتدرس بره أه؟ بتد... بنتها بتدرس بره في احدى بلاد شرق اوروبا في في اجازه ما يا اختي يمكن بلغاريا بلغاريا مش فاكره مم. المهم جت بقى في الاجازه أوه. بتاعت اخر السنه جت قعدت تقعد عند امها بردك عارفه البلاد دي برد قوي وبتاع تيجي الصيف بقى وبتاع فالبت فن... نسلت فبالسوق مم. عربيه امها فالظاهر ما بتعرفش السوق اه مم. ما هي جايه من اوروبا آه. الغربيه بقى قامت أم الساي... قامت ايه دايسه فرا دايسه <applause> ده بنزين بدل من فرامل أم هوب العربية دخلت في الحيطة بتاع بيتهم يا تروما ايوه فدج احنا سمعنا دج يا اوكي طلع مين بابا طلع 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 البيت طلع جاب كوباية مية قال لها صلي على النبي اهدي مش مشكلة دي غلطة كلنا بتحصل لنا, لنا. روقي امورك تمام و... البنت كانت متوترة جدا فالام شافت حاجة لا ما حصلهاش الحمد, حاجة. الحمد لله. لله الحمد لله الحمد لله الباب اتبهدل يا لهوي والعربية اتكنسلت يا لهوي ما حصلهاش حاجة واي الحمد لله بتدوس بنزين بضمير قوي معرفش ليه فبعدين ايه الام ما كانتش موجودة فاما البت اتصلت لها عمالة ما الام جت قالت لها اه ده الجيران امم اه الجيران اللي انت بتشغليهم كل يوم عشان كده الناس ما شنو الناس ما تجي الادب على الناس <applause> عشان هيجي يوم تقع وتحتاج لجارة فقدم السبت يا لهوي عشان الحد بيلسع حبيت ده بس مثال واحد من دروس الحياه دروس الحياه اللي لف علينا جيران اشكال والوان يا لهوي غريبه جدا بحن لجيراني اللي في الماضي يا yeah. صح انت كنت بتقولي ان هم كانوا ظريفين شديد كانوا احلى جيران في الحياه كانوا جيراني ايام الطفوله الله الله كانوا جيراني في البنايه دول كنت اصحى الصبح بحيث ان انا يعني ايه ما كنتش بقعد في بيتنا كنت اصحى الصبح اروح عند جارتنا اللي فوق اجي بعد الظهر اروح عند جارتنا اللي قصادنا ولو زهقت شويه اروح عند جارتنا اللي تحت انتي ما كانش عندك اي مدرسه لا لا مش معترفه ببيت. في المدرسة؟ اه اه يعني بعد المدرسة او لا اي لا 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 كنتش لسه رحت المدرسة تخيلي فاكراهم فاكراهم <applause> اوه <applause> ذات سو كيوت زمن زمن ما قبل الروضة فحينا. لا حول ولا قوه الزمن ده من كتر ما هو حلو انا فقدت الذاكره كانت جارتنا ماجدة اه وكانت جارتنا ام محمد تاني فوق كانت فوق في ام محمد جديده دلوقتي ايوه ايوه في ام محمد جديده برضو ظريفه <applause> جدا بنحبها قوي بنحبها بنحبها أيوة. وفي أه... كانت ام عبير اللي تحت يمكن كانت جارتنا ام عبير انا حاسه ان هي كانت ام عبير فعلا اه عشان سمعت الاسم ده قبل كده <applause> والله كانوا احلى جرين في مؤخرا تروما جديده انا بمر بيها هي ترومة الفراغ لان البيت خدي فجاه فبقى بس انا وماما فبحس كده ب... ب... عارفه لما قلتي دراما المعازيم والمعرفش مين مم. والبتاع دي انا ما عنديش مشكله اواجه هذه التروما لان ترومة الفراغ سيئه جدا وحشه جدا أ... لا اتمنى لا احلى بودكاست مش ونص <applause> بودكاست نكد <بودكاست تصفيق> ونص مش قلتوا عايزيننا ما نضحكش <applause> اهو اهو نكدنا نكدنا على ام البودكاست اهو مفيش ضحك النهارده <applause> <applause> يا حليلك يا هديل انا حاجة افطر عندكم <applause> تعالي والله كل يوم واي امي بتقتلني اجيب امك معاكي واي ابوي بيقتلني جيبي معاكي <applause> تروم العزايم عن هدي <applause> <applause> تروما بعد, بعد الفطور <applause> غسيل العدة في رمضان أي المواعين تا تا بصدم إمتى لما بتكوني على الحوض وغسلتي كل حاجة وحاسة بإنجاز وفجأة تلفي تلاقي الحلل على البوتاجاز ده برنامج الصدمة ايوه ده بيكون برنامج صوت ايوه دايما الزول لما يغسل العده ما بيحسب حساب الحلل لا بتكوني خلاص اه خلصتي وانجزتي أيوة. وإيه. واخر روقان الحلل باي ذا انت عارفه الحلل دي انا قاعده كنسلة من عندي ما مين بيغسل بعدين بضطر ارجع اغسلها لانه يعني حكنسلها تمشي وين <applause> لا لكن هي فعلا الحلل تحسيها بتختفي أيوة. وانتي لما تخلصها هم الحلة بتصحى من النوم بتظهر تقولك خلاويس <الصط West> وبعدين فجأة بتلقي هنا كده في صينية في حاجات ايوه أو بعد أو ما تفرن مثلا في حاجات اتنست واو علي وبعدين في حاجات كتير شديد كبايات العصير كبايات إيه؟ الشاي ملاعق الشوربه ملاعق ما اعرف شنو هنايات الشوربه هنايات ما اعرف شنو ولا لا 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 المقبلات الطبق الرئيسي في شنو يا اخواننا في نرجع لانه رمضان ظهر الزهد والايمان الناس تقتصد في الاكل الناس تكون زاهده لكن ما في زول داير يلتزم بالحاجات اللي المفروض تكون عارفه مامضان. ايه اكتر حاجه مستفزه؟ ايه لما تكوني بتغسلي المواعين ويجي حد يجيب الكوبايه يحطها جنبك ويمشي واي انت يعني انت عارفه لما زول يعمل كده انا 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 مرات بكون في موقف انه زول تاني بكون بيغسل العده فانت تعملي الحركه دي وانا بكون عندي الحاجه دي انا بس بكون واقفه ورا الزول وبكون ما عارفه اعمل شنو بس بكون واقفه زي 10 دقائق يا ربي اعمل شنو وبعدين لو لو اتخذت الخطوة انه انا اخذت لهم مثلا الحاجة بعتذر منهم خمس دقايق كده بعدين بمشي او بهرب يعني بس انا اتفاهم الناس اللي بيخطوا الحاجة ويهربوا لانه موقف قذر موقف <applause> لا تحسدي <يا> علي <applause> <applause> تروما تفويت المسلسلات في رمضان انا عن نفسي مدمنة مسلسلات رمضان مها كلبة مسلسلات رمضان ايوه يعني كل المسلسلات هي متابعاها أيوة. حتى لو بينعرضوا في نفس الوقت على قنوات مختلفه أيوة. ازاي ما اعرفش أيوة. دي موهبه ايوه موهبه اتعلمتها من اختي التحيه لاختي رشا رشا ما رشا؟ في يا اخوانا اختي ما في مسلسل في العالم ما حضرته لا انا مرات بستغرب يعني بقول لها انت بت... يعني كيف بت... عندك متسعة من الوقت يعني كيف بتوفقي بين شغلك والمسلسلات بجد يعني هي كيف تعمل موهبه موهبه وهي رغم انها مهندسه <applause> مهندسه والله مهندس يعني هي شغاله بحقيقي مشغل حقيقي رغم ان المهندس ضحكت الله فهي ما عارفه هي بتوفق بين حياتها الشخصيه والمسلسلات كيف وانا يعني قاعده احاول اتعلم منها المهم انا في رمضان انا مستعده انه انا الغي مشروع حقيق. حقيقة الغى طلعه حقيقة. عشان المسلسل حقيقه ممكن عادي شخصية يعني مثلا الناس بتقول لي هاي يلا طيب الساعه 9 نتلاقى اقول لهم آه انا الساعه 9 ما بقدر ممكن 10 المشكله ان احنا بنفتكر ان ما عندها حاجه بجد او عندها مشكله بجد او عندها التزام بجد اكتشفت بعد كام سنه <applause> انه ده عشان في مسلسل بيكون بينعرض في الساعه دي فعشان كده ما... <applause> وبعدين نحن في البيت عندنا ثقافه المسلسلات مهمه شديد واو ولما بنزعل من بعض لما ما نحضر الحلقه مع بعض ففي فعاليه انه نحضر المسلسل مع بعض دي بتكون بالنسبه لي اكثر فعاليه ممتعه في البيت فانا يعني بحب احضر المسلسل مع العيله ما بحب احضره براي فلما الناس تقول لي راح نطلع وقت المسلسل بقول لك اي I really have something to do. <applause> انا عندي التزامات انا عندي انا عندي دلوقتي. دلوقتي احنا في الحلقه قبل الاخيره لازم اعرف البطل هيحصل له ايه بالظبط وبعدين دايما احلى مسلسل في رمضان بيخلوه الساعه 9 و10 دايما البرايم تايم دايما احلى أيوة مسلسل طبعا الناس بتكون فطرته خلصت ولمت ايوه وما مش في المطبخ بيعملوا سحور خلاص قدموا شاي وكل حاجه فقره الحلو والتسلية احلى فانت تنزلي 9 و10 تبقى, تسعة تبقى آه مسلسلات مثلا منى زكي 9 محمد كريم. رمضان نيلي كريم تبقى في الوقت ده بقى انا بقى ده الوقت اللي انا احب اقعد فيه في البيت بقى محدش يكلمني في الوقت ده قال ايه ولأ الناس اللي بتضرب ليك كمان تليفون أصلا اللي بتضرب ليه بعد الفطور ولا قبل الفطور ما تضرب ليه في رمضان ذاته آه <تضرب> إيه. نحن <تضرب> بالمناسبة عاوزين نعمل حلقة كاملة عن مسلسلات رمضان اكتبوا لنا في التعليقات مستمعينا ومشاهدينا اتركوا لنا في التعليقات إذا حابين نعمل حلقة عن مسلسلات رمضان لا نحن هنعمل لأنه انا لازم اعمل مش عارفين كده هم اه اوكي كده. انا انا بحب المسلسلات اكتبوا لي مسلسلات وبتحضروها انزلي بقى بالصوت الشتوي يا أنا <تكلم> فشلت خيشت خيشت كنت عايزه احور عليهم بس انت بصراحه لا <تكلم> احنا محتاجين يكتبوا لنا المسلسلات اللي بيحضروها قريب مش في المسلسلات لانه ان احنا هنعمل هنعمل جلسه مع بعض تحليليه نقد لمسلسلات رمضان انا سو so وانا نويت السنه دي اعمل زي ما واتفرج على المسلسلات في رمضان <تكلم> لا احلى وقت في حياتي كان لما كانوا بيطلعوا مسلسل محمد رمضان بتاع السنه اللي فاتت بتاع كان يا برنس لا جعفر العمده جعفر العمده جعفر العمده يا الملكه صفصف صف. طبعا انا المسلسل ده كنت في الاول رافضه أحضر قلت يا عليك الله فيري كليشيه بعدين بيجينا بنحضره اكتشفنا <applause> ان احنا بنحب الكليشيه قوي يا لهوي وبنكون ال... يعني كده مستنيين الحاجات الاوفر اللي هو بيعملها دي بصراحه بتمتعني شديد يعني بس بكون قاعدة مستنية النمرة الجاية اللي هيعملها فا اللي هتحصل الخ... ايوه مهلا انت قالت لي عدوى الميكروفون بتاعتك وعمال اخبط في الميكروفون الحمد لله <applause> امراض هنا معدية كلها يا <applause> اخوانا آه انا عندي تراما الطلعة آه بعد الفطور غير المسلسلات <applause> لما زول يقول <applause> لي لما زول يعزمني طلعة بعد الفطور انا بكون يعني الساعة عشرة كده أنا جوي وأجوائي أنا بكون خلاص اللي هو في السرير بقى بموت ليه ليه؟ أنت حياتك مختلفة عن حياتي جوي وأجوائي هادير في رمضان قفتين رمضان جلاليب رمضان عبايات رمضان صراحة صح؟ It's the vibe It's such a vibe والله صراحة الفايب كميل كات أه بس بالنسبة للتخمة انا يا اختي فاكره لما قلتي ان انت بتنظمي الونسه انا بنظم الاكله مم. علميني ابوس ايدك انا شايفه ابوس ايدك علميني لان انا عندي تكتشفيها انا عندي تروما تخمة لانه انا طول الوقت في رمضان الصباح جعانه وبالليل بطني مليانه انا بفتح الثلاجه الصباح بقول بعين للاكل بقول الله انا حاكل ده كله بعد الفطور وبعدين بيجي الفطور ما باكل حاجه لانه انا بقول خلاص ميته عامل شنو اي شيء انا ما بعرف انظم الاكل نهائي علميني انا هقولك دلوقتي مم. تنظيم الاكل تنظيم الاكل هاكس الله اول حاجه امم المشاريب تجنبيها فهي خدعه فعلا نعم عزيزتي تملا المعده مم. وتمنعك عن الاكل ملذ وطاب واللبن بقى والمش عارف ايه والقمر الزين والتمر الهندي بقى وحاجات رمضان بقى اللي بيبقى فيها صنوبر من فوق دي بقى أقولك يا تشحي العين برضه والعين بتاكل قبل حاجه القابرة ما معرفش انا ايه مع العين بتاكل <applause> حاجب. أه بس هتعملي ايه ممكن تاخدي بق الى ثلاث رشفات ابواق فقط بق الى ثلاث ابواق فقط <applause> وبعدين يا اخوانا رمضان احنا عندنا في السودان الابرياء اهم حاجه وفي اشاعه او مقوله او قد تكون حقيقه لا ادري انه هو يمنع العطش انا ما شفت لي اي من عطش اربع 24 ساعه عطشانه في رمضان لكن في امر الدين وفي جلاب وفي لبنب وفي ما ايه وفي وفي موهيتو نزلوا لنا بقى بالموهيتو عشان فروت موهيتو وستروبري موهيتو وكلاسيك موهيتو وكل فانت تبتعدي عن المشاريب دي كلها ممكن تاخدي بق الى ثلاث ابواق فقط ابواق <applause> تمام م. نيجي بقى ايه للمقبلات قللي منها فهي ايضا خدعه <applause> تمنعك عن التحليه اه كضابه والله توزني ما بين ده وده لو عينك رايحه قوي 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 وعايزه تدقي من كل حاجه مم. ممكن تاخدي نص في نص في نص في نص نص ايه نص سمبوسه نص جبنه على نص لحمه على نص خضار ده لو عاملين السمبوسه ثلاثه نص تمام لو في رقاقات جبنه تختاري السمبوسه بالجبنه يا رقاقات اللي بالجبنه ما فيش مكان في المعده الاتنين عشان عندك من كرسي عندك بروتين شغال او محش يا yeah. ايوه ده شغلي كتير قوي او عارفه انا بعمل ايه ساعات ايه ممكن ايه احوش لي شوية من المقبلات للسحور. <applause> بس انا العين ف... ال... العين الطفاصة بقى. لا الجوع بقى. ما انتي هتاكليها بعدين، انتي بس بتنظمي امتى هتاكليها. بتنظم... وبعدين بتنظم... لما انت تكون موجودة. بس تنظمي تاخديها امتى. لما تكون كده مقلية جاهزة كده حارة، غير. لا مش انتي قلتي هتعمليها في القلاية الهوائية. مع حق. مم. عجبي. مم. المهم مم. تيجي بعد كده ايه بقى على المين كورس تاخدي حبه 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 ما تدشيش ما تطبيش مره واحده كده م. ها م. انت فاكره ان معدتك فاضيه هي مش فاضيه اه يعني هي كانت هي كانت قاعده متكيه طول النهار مش شغاله مرتاحه فجاه بغتيها لا صح آه. شو مش فاش كده عيب على, شوية على المعده نشغلها شويه شويه بعدين تيجي على الحلم م. هتلاقي في مكان ان شاء الله ان شاء الله هي دي الوصفه السحريه الف شكر لحضرتك ميرسي طب ده يضمن لي ان انا اكل البسبوسه والقطايف هيضمن لك انك تاكلي كل حاجه اسال مجرب ولا تسال طبق البطيخ كل حاجه الحمد لله ولا ملز الحمد لله ميرسي <applause> <applause> كانت معكم تنظيم الاكل هيكس ودمتم سالمين انا عندي تراما ما هو دي الحلقه حضرتك قصدي تراما جديده ايه هي تروما امي بتخلينا ناكل الشوربه اول ونستنى نستنى نستنى بعدين تاخد لنا الطبق الرئيسي هي دي احسن حاجه عارفه الست الوالده فاهمه المعده بتشتغل ازاي بس بتسخنها الولد... بتعمل ورم ابز بعدين دا... بس ف... ما بتشتغلش معايا اما انت تلاقيك بتنسفي طبق الشوربه كله ب... ب... بنسفه فعلا لا انت مش خدي... المفروض انسف طبق الشوربه ما تنسفيهوش خدي حبه صغيرين بس خدي حبه صغيرين بس فين الزهد آه الزهد جنيتينا بطول رمضان شهر الزهد والإيمان والاقتصاد وال... في الطعام رمضان شهر آه الاقتصاد في الطعام قولي نفسك صح صح, صح صحيح <applause> آه على آخر أيام رمضان فجأة بيجي لنا إدراك إن العيد جاي وإن العيد ده هو حاجة لازم الواحد يتهندم لها ويبقى على سنجة عشرة فبتتزاحم النسوان في الاتجاه إلى الكوافير وتحديداً الحناية بيبقى عليها طلب طلب, طلب 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 الحنانه دي مش اي حد يوصلها كده قبل العيد بالحجوزات بالوسايط <applause> وبتكون ز... دايما زهدانه وقرفانه ايوه حقها السيزون وبتكون بتكون معصبه على الناس كلها وقرفانه منكم تبقى ديفا تبقى ديفا تتحول الحنينة إلى ديفا اه <applause> وبعدين الناس أنا بجد بجد أنا واحدة من الناس لأنه أنا بجد بتذكر العيد قبل يوم من العيد بتفاجأ بتفاجأ مع إنه نحن متعودين كله رمضان بعده في عيد لكن أنا فعلاً بتفاجأ ليه الناس بتتفاجأ بالعيد؟ يعني إحنا ممكن عادي الحاجات دي كلها تتعمل قبل أسبوع أسبوعين ثلاثة في حاجات ممكن تتعمل حتى قبل رمضان يا اختي الحاجات دي يعني مثلا لو عاوزين تجيبوا زينة هدوم جديدة كده يعني لا بينزلوا الكولكشن الحلو على اخر رمضان ايوه مش جد بطران العادتي اذا ده الا الكولكشن الحلو ايوه بيبقى غير بيبقى عندي فير اوف missing اوت فومو اقفلي الحلقه دي عشان انا نفسي تتسط ممكن نسالهم نقول لهم آه, لو عندكم اي مواضيع عايزين تتكلموا عنها في رمضان اكتبوا لنا لنا مستمعينا ومشاهدينا نتمنى مم. ان تكونوا استمتعتوا باول حلقه لينا في رمضان من سلسله رمضان اي سبيشال من بودكاست ونص اكتبوا لنا تحت في التعليقات اي حاجه اي حاجه <applause> اه باي ذا واي باي ذا واي باي ذا واي انا حقدي مضحكت كتير صح لاحظتي اداء رائع لاحظت لاحظتي انا ذاتي لاحظت وما قطعت كتير اعتقد اه اي قطعتها الفريق من وراء الكاميرا الفريق, الفريق اللي هو ذا الواحد قال لنا نحن قاطعنا شكرا يا فريق <applause> شكرا على الدعم شكله الفريق ما حيكمل معانا أنا شخصية ما تحولت وبقت ما الشكالة اللي بتتخانق مع أنا شفت الناس بتاع رمضان دي اللي قلت لكم بيزلونا بس هم دي, دي أنا ده الاعتراف اللي أنا داير أعترفه يلا باي باي عارفة نفسي <applause> مع السلامه المهم اه 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 ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتتابعونا تبعتونا في جروب الواتساب وكل سنه وانتم طيبين آه ورمضان كريم وبنحبكم قوي باي خمسه مو.